اللي كمان بيقولوا بيبقى سؤال اجباري. الله يخليك استاذ جمال. يعني يعني خلاص بقى كل الجمل بتاعت شر البلاتي ما يضحك ولغايه امتى وهنخلص من الهم ده امتى كل ده انتهى. مش عارف ازاي ممكن نعالج الحاجات بدءا بقى من الحلقه دي. اسمح لي وايام مفترجه يعني ايه فجاه نلاقي اتحاد الكره بيقول حكام مصريين على اي اساس وعشان خاطر عيون مين بالظبط وليه وازاي المهندس احمد مجاهد يطلع يقول كلام ثم بيان يصدر من النادي الاهلي يعني شبه نصه عشان مش هقدر ابقى حافظه كله يعني انه الكابتن حمود الخطيب يؤكد ان خلال لقائه بالمهندس احمد مجاهد خلال تواجدهم في يوم الرياضه العالمي في وجود السيد وزير الشباب والرياضه وقامات وهمات رياضيه اكد له حين طلب المهندس احمد مجاهد الموافقه على اعطاء فرصه للتحكيم المصري لتحكيم الديربي بين الاهلي والزمالك رد الخطيب بحسب البيان يا جماعه اللي على الصفحه الرسميه والموقع وقال مش وقته قد يكون في وقت اخر رغم ثقتنا بالحكام المصريين بالظبط وان احنا في الاخر نريد ان نكون يعني قريبين لما يصدره الاتحاد او نحترم قرارات الاتحاد انما لا زال هناك وقت لاختيار حكام من اوروبا مش بس اجانب من الطراز ايه او من كلاس ايه. تمام. طبعا يعني انا اول انطباع جالي لما قريت البيان اللي اصدره الكابتن محمود الخطيب انه انا ده مش معلومة ده توقعي او احساسي كقارئ للبيان انه هو اضطر يعمل هذا البيان ردا على اللغط اللي دار خلال الساعات الماضية اللي اصبح محسوب عليه رغم ندرة ظهوره للحديث بالظبط حاولوا ان هم يزجوا باسمه في انه هو وافق على الحكام المصريين وبالتالي له يعني يفهم من كده ان له مصلحة في انه يبقى فيه حكام مصريين ممثلا عن الاهلي ممثلا عن النادي الاهلي طبعا وبالتالي انا بعتقد ان البيان كان مهم جدا انه يطلع في التوقيت ده رغم ان انا احساسي ان هو بيان لم يكن النادي الاهلي او لم يكن الكابتن محمود الخطيب ينوي اصلا الخروج بيه ده مجرد احساس حد متابع للحدث طبعا لانه طلع كلام كتير جدا ففهم من الكلام ان نادي الزمالك ضد الحكام المصريين وعايز حكام اجانب ولو الاهلي سكت هيبقى هو صاحب المصلحه صاحب المصلحه وجود حكام مصريين وبالتالي هي القصه كلها برضو انا بقول ان هو لغط كالعاده يعني عاده مباريات القمه بين الاهلي والزمالك مش ممكن تيجي كده وتمر بشكل طبيعي صحيح انما بقى ايهما افضل شوف احنا دايما عندنا قناعة يا استاذ عصام بصرف النظر كمان عن مستوى الحكام المصريين ليه صرف النظر بالعكس لازم يعني نقول هم لا لا هو الواقع بيقول طبعا ان الحكام المصريين ما زالوا بعيدين عن مش هقول المستوى الفني بس كمان جرأة ادارة هذه المباريات دي يعني مسألة واضحة جدا رائع وحتى لما بيضطروا في احد المرات ان يديرها مصري بتبقى الدنيا اجارك الله بقى بعد المباراة واثناءها لكن كناحية فنية لو الحكام في مستواهم المستوى اللي احنا بنتمناه المفروض لو الحكام في مستواهم لو الفار على في مستوى على المستوى المطلوب لو لو العنصرين دول يعني المفروض الوضع الطبيعي ان انت عندك حكام دوليين عن غضب للاعبين ومن اللي